سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه فرمائے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے دي من قال حين يسمع المؤذن سوق شي د اذان आवाज واوري د اذان نرستو دا كلمات وي چې اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا نغفر له ذنبه الله بدد طول گناونا مابكي آسان دعا دي و آسان كلمات دي چه دعزان نرسته منغو تاسو الله بزمان دا زندگي اغا طول گناونا اغا في الله فاك مابكي.